أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزور بروكرز تاريخ 10/8/2020. محدثكم عصام اسطنبولي، نظرة على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار. من الناحية الإخبارية على الأجندة الاقتصادية، ليس لدينا اليوم أي أرقام اقتصادية خلال الفترة الأوروبية أو خلال الفترة الأمريكية قد تؤثر على حركة الجنيه الاسترليني مقابل الدولار. أما من الناحية التقنية، نلاحظ حاليا تداولات المحايدة للجنيه الاسترليني مقابل الدولار داخل المنطقة المحورية 30/47/30/62، الأمر الذي في حال كسر مستوى 30/47 يعزز النظرة السلبية للوصول بالأسعار إلى مستويات 30، وفي حال كسر مستوى 29/85 فإن ذلك يعزز المزيد من السلبية للوصول إلى مستويات 29/40. عودة الأسعار أعلى مستوى 30/65 يعطي نظرة إيجابية لحركة الأسعار للوصول إلى مستويات 31/07، وفي حال كسر مستوى 31/22 فإن ذلك يعزز المزيد من الإيجابية للوصول إلى مستويات 31/70 تقريبا. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزور بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.